طيب الناس اللي هي برضو بعض الناس اعلاميا لازم يساعدوا الجماهير. ما ينفعش النهارده تنتقد، يعني الناس كلها النهارده بتتكلم على محمد صلاح ان هو ضيع المنتخب، ما وصلش المنتخب. رأيك ايه؟ رأيي ازاي يا جماعه؟ محمد صلاح راجل لعيب مهم جدا، المفروض اصلا بعيد عن ان احنا مثلا عندنا معسكر مع المنتخب، محمد صلاح ده نبقى فخورين بيه لما بنشوفه في اوروبا واحسن لاعب في العالم هو والاخر. لا لا، ما بيقول لك انه هو محمد صلاح في اوروبا بيلعب كويس قوي بس مع منتخب مصر لا. لا مفيش حاجه اسمها كده. هو ده ساديو ماني بتاع المنتخب، هو بتاع ليفربول، هو ده ميسي في لا الارجنتين، انا هو معلش بس ده مش الرد النموذجي اللي انا كنت مستنيه. محمد صلاح مع منتخب مصر هو اهم لاعب مع منتخب مصر اخر 5 6 سنين طبعا اصلا بحكم الارقام، يعني تصفيات كاس العالم اللي هي اللي فاتت اللي احنا وصلنا فيها كاس العالم دي من اصل 8 اهداف لمنتخب مصر هو كان مساهم في 7 تسجيل وصناعه، يعني هو ده غير طبعا ان هو شاط ضربه الجزاء اللي هي اصعب ضربه وصلك كأس جزاء، العالم. يعني في تفاصيل يعني غير بعد كده بقى انه، ودي نقطه فنيه ممكن تاكدها لي او تنفيها، ان وجود محمد صلاح اصلا في الملعب في اي مباراه حتى لو ما لعبش كويس هو بيخوف الخصم، يعني لو السنغال ما فيش محمد صلاح بكره امبارح في التشكيله تفتكر يعني كانوا هيعملوا ايه؟ ال 90 دقيقة كانوا هيبقوا عند الجون بتاعنا، مش طبعا هقول لك انه يسجل بس طبعا 90 خلاص، ما هو مش قلقان بقى من قدام مع كامل الاحترام لباقي اللاعبين، بس فكرة ان محمد صلاح اصلا ده بيديك يعني تقل كبير جدا، كل المدربين يتكلموا هنمسك محمد، المنافسين هنمسك محمد صلاح ازاي؟ هيتعامل مع محمد صلاح ازاي؟ ما بيتكلم مع كامل الاحترام لكل اللعيبة اللي في المنتخب، بس انت معاك نجم زي ما كنا بنتكلم عن صامويل ايتو ودروجبا وخلافه، يعني ده نجم المنتخب. صح. بتتكلم في حاجة مهمة جدا، كلمة كنت لسه هكمل بقى اتفضل. الإجابة، إن محمد صلاح أرقامه كلها زي الفل مع منتخب مصر، راجل بيضحي مع منتخب مصر، راجل ما بيبخلش بأي مجهود مع منتخب مصر. في نفس الوقت اتسألت قبل كده قلت محمد صلاح وجوده في معسكر يعني وجوده مهم جدا. لما كنا أنا في أوضة اللبس أنا مقتنع بأي حاجة محمد صلاح هيعملها أو هيقولها، وأنا في الملعب أنا هبقى مقتنع بأي تعليمات من محمد صلاح انه يعملها. يعني واحد اصلا هو قدوه بالنسبه للعيبه كلها نموذج ونموذج، في نفس الوقت انا عندي ثقه في واحد لو قال لي انت ما بتعرفش تلعب يبقى انا فعلا ما بعرفش العب. لو انا لعيب مميز ولعيب مهم يبقى انا لعيب مهم، لان خلاص هو في مكانه تانية خالص. فالناس امبارح شايلت له الماتش او الكلام ده كله عشان هو بينالتي ضيعه، مين محمد صلاح ما بيضيعش بينالتي اصلا. ده زيزو اكتر من محمد صلاح، وزيزو اللي هو المفروض احسن لاعب بيشوط ضربات جزاء في مصر وفي المنتخب وهو الاخر، لا وفي القاره بالمناسبه يعني مش بالظبط بدون مبالغه، يعني بالظبط زيزو افضل لاعب يشوط ضربات جزاء في القاره، يعني سبحان الله زيزو نسبه يعني النسبه بتاعته في تسديد ضربات جزاء 99 9 من 10% والواحده اللي ضيعها امبارح انا متهيألي هو ما بيضيعش اصلا انا بقول لك التمرين. ما التسعه الواحد من عشره دي تقريبا هي الكوره بتاعت امبارح، وزود معاه بقى في التمرين ما بيضيعش في التمرين بالظبط، يعني فاهم. فاللي انا عايز اقوله خلاص هو هي قفلت، هي قفلت وكان في عدم توفيق، ممكن يكون في اسباب تخلي مثلا في عدم توفيق، بس مش هنمشي على الحته دي، خلينا عمليين بقى اكتر. أيوة.